أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مما أثر عن سلف هذه الأمة أن الخاتم لكتاب الله سبحانه وتعالى يجمع أهله وأحبابه وأصدقائه ثم يدعو بهم، فإن في ختم القرآن بركة على صاحبه وعلى من يكون معه. أسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من خير أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل، أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع
من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعلي محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا.